اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله امي النهارده ببساطه هتناسب كل افراد الاسره، ولكن خلونا مع بدايه طبعا اليوم وبدايه الاسبوع وكمان المناسبه الجميله، مناسبه عيد اخواننا المسيحيين. كل عام وهم بخير، كل سنه وانتم طيبين، بمناسبه عيد الميلاد المجيد. النهارده برضو هنعمل اكلات جميله ولطيفه وفي نفس الوقت بتناسب الصغير والكبير. النهارده معانا صدور فراخ هنعملها بوفتيك، والبوفتيك ده مدرسه. كلنا لما نيجي نعمله الامهات بيبقى الفراخ يا اما نفرمها يا يكون لحمه مفرومه، البعض بيسميه سكالوب بانيه، هي مدرسه من الاخر. ولكن خلونا في مشاكل بتحصل واحنا بنعملها، يا اما الخلطه تفك من الفراخ واحنا بنحمره في قلب الزيت، يا اما التتبيله بيبقى فيها زفاره واحنا بناكل الفراخ، يا اما الفراخ تنشف معانا ويبقى السكالوب ناشف كده مش عارفينه لحمه ولا فراخ. هنعمله النهارده بطريقه سهله بمدرسه المغازل. معايا طبق جميل بيجمع ما بين خمس ست حاجات كلنا بنحبهم، اذا كانت الموزاريلا مدرسه البيتزا او السجق وسندوتش السجق المشهور، والمكرونه البنه اللي هي ملكه المكرونه بالبشاميل. هعمل طبق مكرونه النهارده، المكرونه بالسجق والوايت صوص او البشاميل، هنشوف نعملها مع بعض ازاي. ودي هديه مني للاطفال الحلوين، ازاي نعمل البشاميل بالجبنه الموزاريلا مع سجق ومكرونه بنه. معانا حلويات النهارده وطبق حلو انا بسميه حلو بسيط بيتعمل في المناسبات الحلوه، المهلبيه. الاسم سهل جدا، هي نشا وحليب، ولكن من الناس اللي بتعمل دايما المهلبيه وتحطها في الثلاجه بعد شويه بتلاقيها جبس كده وناشفه، نيجي ناكلها عايزين حد يغرف معانا في الطبق. انا هعمل مهلبيه النهارده بجوز الهند، دي مدرسه لوحدها، ونشوف ازاي نتحكم في قوام المهلبيه تاخد طعم الفانيليا، طعم الحبهان، طعم القرفه، زي ما انت عايزه. حلقات النهارده فيها تفاصيل، فيها خبره طهويه بقدمها للاطفال الحلوين اللي حابين يقفوا في المطبخ يساعدوا ماما عندهم هوايه ينموها جواهم. دي مهمه جدا، نضيع وقتنا في المطبخ لان المطبخ هو كل حاجه، منه السعاده، منه الفرحه، منه المزاج الحلو، هو المطبخ. خلينا نطلع فاصل، وبعد الفاصل اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، محلك سرك يا ابو الشيف، سن السكينه. وتعالوا نشوفوا معانا صدور الفراخ لما نيجي نعملها بوفتيك من المطبخ المصري وتتبيله مصريه لطيفه وحلوه. المقادير صدور فراخ هنجيبها كده علشان الشاشه والصوره الحلوه، مخرجنا الجميل شفيق. ازيك يا استاذ شفيق؟ اهو ادي صدور الفراخ معانا، ومعانا بقسماط، وهنتكلم عن يعني ايه بقسماط ويعني ايه رقائق الذره، لان نوعين من البقسماط. بقسماط يعني فتات الخبز، يعني عندك عيش صامولي بتعملي الاولاد سندوتشات، في بوايا عندك بتدخلها الفرن تحمصيها وتطحنيها، هي دي البقسماط من الاخر. ولكن لما تيجي تحمصيها ما تحمصهاش جامد، عشان لما تيجي تعملي بوفتيك ما تبقاش البوفتيك مر وفيه مرار. خلي بالك لازم بقدر الامكان تسخن الفرن وبعدين تحمصيها كده تبقى لطيفه وجميله، علشان البوفتيك معاك يبقى طعمه حلو. دي لازم من البدايه. حلو، احنا بنوسع نفسنا كده الاول علشان عايز اعمل شويه بوفتيك حلوين النهارده، لان انا شخصيا بحب البوفتيك ده مع مكرونه بالبشاميل او مكرونه بالطماطم. ولغايه دلوقتي في اسئله بتجينا على السوشيال ميديا، البوفتيك بيتعمل ازاي يا شيف؟ حلو قوي. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، اول حاجه بناخد كده صدور الفراخ. المقادير شفناها يا شباب، اشتغل. طيب توكلنا على الله. تتبيله عباره عن عصير ميه البصل، بنجيب بصلايه بنبشرها، بعد ما بنبشر البصلايه دي بناخد الميه بتاعتها، مهمه جدا ما تخليش من البصل في التتبيله لانه هيحمر في قلب الزيت ويسود لك البوفتيك. الحاجات اللي بقولها دي مهمه جدا، فصفيه مصفى اللي هو البصل المبشور. حلو الكلام. ومعاه طبعا عصره ليمون، انا بقطع الفراخ كده، لازم السكينه تكون حاميه وايدك كده على وش الصدر بتاع الفرخه، شريحه زي دي كده اهي واحده، ونفس الموضوع التانية اهو بايدك كده. التالتة دي مش هنقطعها، نخليها زي ما هي، الواحدة على تلاتة. في هنا موزة بتاعت الصدر انا شخصيا بحبها كده لوحديها، اسحبها كده، دي ممكن نفرتها وتبقى كبيرة على فكرة، هنشوف ازاي اهو. ونفس القصة اهو. حلو اول فكرة ديت، علشان ما تخليش الراجل الفرارجي او بتاع الفراخ هو اللي يقطعها لك، يعني الفراخ هنا مش هتتغسل معانا، صدر الفرخه يتغسل سليم زي ما هو كده، ما ينفعش ان انا بعد ما اقطعه اغسله، الحاجات دي مهمه جدا على فكره.
ناخد الموزه الحلوه دي هنا ونمسك كده الصدر بالشكل ده كده. السكينه تكون حاميه معاكي ويكون عندك كده احساس ما بين مسكه السكينه وتحت ايدك علشان ما تجيش على اصبع ايدك او ايدك تعورك، خلي بالك. اه ده مهم جدا. اه زي ما انا شغال كده نفس القصه تاني، ناخد الموزه اللي هنا نشيلها ونيجي على الصدر كده. اه اه واحده واحده. اه نعم. سؤال من الكنترول، الفراخ لما نيجي نشويها نقطعها نفس التقطيع؟ اه تبقى لطيفه، صدور فراخ مشويه بالثوم والليمون، دي اكله مشهوره في المطبخ اللبناني البيروتي بالذات، يقول لك دجاج مسحب بالثوم والليمون. اهو نعمين، ما هو البانيه بس على طريقه البفتيك. اه سؤال حلو جالنا دلوقتي، البفتيك ده هو البانيه؟ اه اه ده عصير ميه البصل. اه بالشكل ده كده، ده اللي بيشيل لك الزفاره. هنحط معاه معلقه خل صغيره. اوعي حذاري تحطي اي ماده دهنيه في تتبيله اي بانيه، سواء بوفتيك، سواء كوردن بلو، سواء اسكالوب فينواز، سواء اسكالوب بانيه وهكذا. دي كل الحاجات اللي احنا ممكن نعملها. اه عصره ليمون، قصدي شويه توم حلوين، توم فريش طازه، بلاش التوم الباودر. التوم الباودر استخداماته قليله، دايما تستخدميه في الفرايد او الحاجات المقليه يعني عموما. ده عصير ليمون، انا بتبل الفراخ دلوقتي. حلو الكلام. كمان شوية مستردة، كل اللي بيجي تحت ايدي كده انا شغال ايه فيه. اه مستردة دي مهمة جدا على فكرة، مفيدة. وكمان الخردة، الحبوب الخردة اللي بتنشط الدورة الدموية. فلفل اسود يا عم الشيف، وشوية ملح حلوين كده. انا تبلت الفراخ، فلفل اسود ده مطلوب، وادي الملح بتاعنا بالشكل ده كده. وامسك الفراخ دي ادعكها جامد بالتتبيلة دي، ده مهم جدا على فكرة. شيل الزيت ده من هنا كده معلش، وامسك الفراخ دي كده. اه ممكن تعمليها على فكره من بالليل وتخليها في نفس الخلطه دي في التتبيله دي. اه اوعي تحطي زيت او زبده او سمنه في التتبيله. اه شفت السائل ده كده، او الجوس ده كده، او البيون ده كده، او التتبيله دي كده. دي كلها المسميات اللي ممكن تسمعيها في برامج الطهي يعني. اه البيون او الجوسي او التتبيله او الخلطه. اه عبارة عن ايه تاني يا شيف قول عشان نكتب وراك؟ مستردة اللي هي حبوب الخردة المطحونة، او في خردل تاني بحبوب صغيرة كده، دي انواع في السوبر ماركت. جيب المستردة الصفرة دي معروفة يعني. حلو الكلام. وعصير مية البصل، وعصير ليمون، ومعلقة خل صغيرة، بلاش خل التفاح، خل ابيض، وشوية ملح وشوية فلفل، شوية زعتر حلوين كده، وفص توم ني. اه وامسك الفراخ خليها في التتبيلة. لونها هيتغير منك، إذا لونها هتغير منك ما تتخضيش، ده الطبيعي إن الخل والليمون بيغير لون الفراخة واللحمة في التتبيلة. عشان كده لما بنتبل الشاورما في خل وليمون بنلاقي لحمة اتغيرت والفراخ لونها اتغير، ده للكويس مش الحلو، للوحش يعني. إحنا بنخليها زي ما هي كده وبنبدأ نشتغل فيها بقى. إيه خطوات عمل البوفتيك؟ إن إحنا بنصفي الفراخ من التتبيلة دي كده وتخش على مرحلتين، عشان لو اشتغلت في الفاصل تسامحوني. المرحلة الأولى وأنا شغال المرحلة الأولى دقيق وبقسماط والبيض، يبقى دقيق بيض بقسماط. هنحط الفراخ بعد ما نصفيها في الدقيق، تطلع من الدقيق على بيض مخفوق بملح وفلفل، وتطلع من البيض على البقسماط على اللي هو فتات الخبز، وبعد كده نحطها في الفريزر شوية وفي التلاجة شوية بتاع 10 دقايق 15 دقيقة ونحمرها. التحمير بقى له خبرة طهوية. خلينا نطلع فاصل صغير ونرجع لمراحل عمل البوفتيك، ودي دورة تدريبية تعليمية لأولادنا وأطفالنا والبنات الحلوين اللي بيخشوا المطبخ وعايزين يقولوا لمامي أنا طالعة لك يا ماما وبعرف أعمل أكل حلو. أه تروحوا بيت تابعوني بعد الفصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل لأكلة أنا مش بحبها من صغري والله يعني، من وأنا بتعلم مطبخ كده لما كان الشيف الكبير يعاقبني يخليني أعمل الأكلة دي البانيه، تحس إن أنا متكتف، لا تليفون جالي هعرف أرد ولا حد دخل علي المطبخ أسلم عليه. بانيه بقى واخد بيض بقسماط، دي الجو اللي إحنا عارفينه. تحت أمرك. الله حلو قوي. شفت أنا بعمل إيه؟ دي الموزة
ارانب، يا نهار ابيض ست الكل اللي اتصلت من شويه كانت عايزه تعرف طريقه عمل الارانب. الارانب دي مدرسه، بس أنا الله يرحمها والدتي يعني كنت احب اكلها دايما من ايدها الارانب مع ملوخيه، وانا عينيا فتحت على الارانب مع الملوخيه. بس دلوقتي اتطورت، الارانب تتعمل بقى ايه، روستو، تتعمل صينيه بالبطاطس، حاجات حلوه، تتعمل مع القلقاس تبقى حلوه برضو، يعني حاجات كده، اي حاجه خضره تبقى لطيفه الارانب. ولكن عشان نشتغل مع الارنوب الحلو ده كده، ده طبعا عنده شويه ايه دلع، لما بياكل بتلاقي اللحم بتاعه ابيض كده، عشان كده بتلاقوا لحمه نضيف لانه اكله عزيز، ما بياكلش غير الجزر والخضره اللطيفه الحلوه. حلو، بيتجاب، يتغسل كويس ويتنع في شويه عصير ليمون مع عصير ميه البصل برده كده والفلفل الاسود عشان الزفاره، ونقطعه ويتسلق مع بوكيه جرنيه، جزر وكرفس وبصل وتوم. حلو الكلام. وبعد كده ناخده يا اما ان احنا نسلوه ونقدم الشوربه بتاعته نعمل بها ملوخيه، يا اما نعمله روستو مشوي في الفرن زي ما انت عايزه. السؤال طبعا السؤال بيقول لك البيض ابو صفارين صحي ولا لا؟ صحي، هو رزق يعني، طبعا صحي يعني مفيش مشكله منه، يعني ما سمعناش ان في مشكله عن بيض ابو صفارين، بالعكس واحنا صغيرين كده كنا نفرح بيها، كنا نتخانق لا كنا نراهن بقى، نقول لك البيضه دي فيها، كنا نعرفها ازاي؟ بتبقى البيضه مطوله شكلها طولي شويه، ادي كده الموزه بتاعتها اهي. معلش انا عايز اعمل شويه حلوين كده، لان ممكن على فكره انت بتشتغلي بتروحي شغل ويعني مش فاضيه الصبح، ممكن تعملي الحاجات ديت وتخليها في الديب فريزر تجمديها بدل ما تشتريها من السوبر ماركت، وتعمليها وقت ما تيجي مثلا جايه متاخره، اولادك مستعجلين، جوزك مستعجل، حاجه كده تجي محمرها بسرعه مع شويه مكرونه، تبقى شويه خضار سوتيه زي ما انا هقدمه دلوقتي زي ما احنا عايزين، مفيش مشكله. ولكن عمليه التجميد دي كمان فيها فن، فيها خبرة، ده لازم يترص في طبق تلاجة كويس وتتغلف كويس، وبعد كده لما نيجي نطلعها من الصبح، نسيبها نفك براحتها، ما تستعجليش وتحطها لي في فرن وتقولي افك، لا هتسيب الخلطة منها على طول. شايفين؟ عرفتوا ليه أنا بكره الأكلة دي؟ معرفش أعمل حاجة طول ما أنا شغال فيها، لأن أي حاجة أمسكها بإيدي هتتبهدل. حلوة دي، الحتة دي كبيرة ودي بتاعتي دي قد كف الإيد. طيب أنا دلوقتي الفراخ دي هسيبها كده الدي مع الخلطة تشرب، هحمرها يعني في آخر حاجة، ولكن هشتغل في طبق مكرونة فيه تفاصيل كتير، سجق، مكرونة بينا، جبنة موزاريلا، بصل وتوم، بهارات، ملح وفلفل وزعتر وخبرة طهوية. تعالوا نشوفوا نعمل الطبق ده ازاي، المقادير على الشاشة، صوريها اكتبيها سريعا علشان نكسب كل دقيقة وثانية، وقتنا من ذهب على الشاشة. حلو الكلام. المقادير زي ما هي، مش هقرب منها، انا هحط زيت الزيتون بس في الطاسه واحمر البصله والتومه اهو. حلو، بصلايه وتومه مع شويه سجق حلوين كده اهو. اللهم صل على النبي. ده البصل وادي التوم، ونسيبهم على النار مع شويه زيت زيتون. حلو، معانا حله على النار فيها ميه بتغلي، نفك المكرونه بتاعتنا، بنقلب السجق كده اهو. حاضر يا فندم، حاضر، عندي السجق كده يتحمر، بنسيب السجق يتحمر عشان انا هطلع فاصل دلوقتي. ناخد المكرونه بتاعتنا ونسلوها تقريبا نص سوا، مفيش ميه، مخلوطه بشويه زيت وشويه ملح ودايما يبقى عندك مصفه علشان تستفيدي بالمكرونه وشوربه المكرونه دي في عمل الصوصات، اذا بتعملي وايت صوص او بتعملي بشاميل. خلينا نطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل اسرار عمل المكرونه بالسجق والبشاميل، اوعى تروحوا بعيد تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، محلك سرك يا ابو الشيف، فرحان بالبوفتيك بتاعي. عملية التحمير لوحدها خبرة طهوية، أنا حاطط زيت هنا، مغذي الزيت ده بشوية زبدة، ممكن تحط معلقة سمنة بلدي حسب الرغبة يعني، ولكن بحب الزبدة دايما في تحمير البنيهات، بتخلي لك البنيه طري أهو. بحمر في طاسة، وبحمر في قلاية جنبي عشان تكفي، ده كمان زي الفل، نحط دي هنا كده أهو، بس الزيت ده يسخن، ونسيب ده يتحمر وده يتحمر. حلو الكلام. ومعانا الكميه كده نشتغل في المكرونه بتاعتنا البصلات اتحمرت،
شويه السجق بتوعي زي الفل، لموا نفسهم تمام. اقطع الكبيره منهم كده لو انا عايز. دايما عايزه تقطعي السجق في طريقتين، يا اما تقطعيه قبل التحمير مباشره وتحطيه في طاسه سخنه علشان ما يتهريش منك، يا اما بعد ما يتحمر كده ويشد نفسه في قلب الحله تقطعيه زي ما انت عايز. معانا المكرونه اخبارها ايه؟ نبص عليها. المطبخ ده هوايه، عايز اتكلم عن حاجه يعني مش لازم اقول لك انت دارس مطبخ، مهما والله بيتعلموا ويخشوا فنادق وسياحه وفنادق اوكي بياخدوا اساسيات المطبخ، ولكن انت لازم تحب المطبخ، وانت لازم تحب المطبخ عشان تقف فيه. حلو، بتلاقي واحد خريج سياحه وفنادق وقسم مطبخ وشغال شغلانه ثانيه، يقول لك والله ما حبتوش، ليه دخل بقى لقى فيه ايه؟ حدوته ثانيه وحكايه ثانيه. انا بحط كده الوايت صوص ده كده حلو زي الفل. دي الشوربه بتاعه المكرونه اللي انا سالق فيها المكرونه. واسيب السجق يستوي كده وعندي البفتيك بيستوي. تعالوا نشتغل في طبق المهلبيه بتاعنا. مهلبيه زيها زي الرز بلبن، وانا من عشاق الرز بلبن، بس الرز يكون مستوي جامد، لما اجي اكله ما احسش بطعم الرز تحت اسناني، بس احس في رز في الرز بلبن مش بحبه، ما بحبش اكله، بحس ان انا باكل رز عادي. مقادير المهلبيه على الشاشه، نشا، حليب، مقادير كلها جنب بعضيها، الله ينور. عينيا وجوز الهند وسكر فانيليا وزبيب. حلو الكلام. ومعانا نوعين من جوز الهند، ناعم وخشن. اول حاجه هنعملها هناخد طبعا الحليب بتاعنا ده يتغلي. المقادير زي الفل، صورها بتليفون. حليب، نشا، سكر، جوز الهند ناعم وخشن، وزبيب وفانيليا وسكر. ممكن تحليها بعسل زي ما انت عايزه. اول حاجه الحليب معانا والسكر، ولكن الفران حاجه وانك تعملها في البيت حاجه. عشان نتكلم للامانه، الفران عمليه تخمير وعمليه تسويه مختلفه، ولكن عشان تعملها في البيت لازم تتقبل العمل البيتي او العمل المنزلي من الاخر، خاصه في المخبوزات، عشان نبقوا فاهمين الطرق شغاله ازاي. اولا مقاديرها دقيق وسمنه بلدي، بنخمر الدقيق مع سمنه، بتاخد معلقه خميره وبتسيبها تتخمر، تحط لها ريحه الكحك اذا انت حابب، ريحه اليانسون اذا انت حابب، حسب الرغبه يعني. وبعدين بنعملها رولز كده وتتقطع وتترص في صواني، وتسيبها مرحله بعد ما ترصها في الصواني غلبه يعني من الاخر. حلو. وفي الاخر بتحمرها في الفرن تبقى لطيفه وجميله. هتيجي تقول لي بتاعه الافران بتختلف، يعني انت اختار الفرن دي اهم حاجه، ولكن في البيت بيبقى طعمها مختلف شويه، انك بتتحكم في الطعم زي ما انت عايز، ينسون او كمون زي ما احنا حابين. دي المكرونه بتاعتي جاهزه زي الفل، بسيبها على النار تستوي. بشيل دي من هنا عشان مخرجنا مش عايزها. شوف انا ازاي فاهم عليك يا غالي. تعالوا نحمر الاسكالوب بتاعنا، البوفتيك الحلو يا باشا. يفك مين بس؟ يفك مين يا غالي؟ مدرسه المغازي بتقول ممنوع منعا باتا اضافه اي ماده دهنيه للبوفتيك، اي بانيه بتعمليه. والله ما انا عايز احمر كميه اهو، ما هو هنا في القلايه فيها فراخ اهو، الاثنين مع بعض عشان ما ينفعش احطه على بعضه. وبعدين كسره الزيت وكثافه الزيت بتنشف لك الاسكالوب، فانا هنا مقلل الزيت شويه. ايه الجمال والحلاوه. زي الفل تمام. ناخد ده كده. يا نعم. سؤال جالنا على السوشيال ميديا دلوقتي مهم جدا، ينفع يا شيفنا نحمر البوفتيك في زيت وسمنه ولا زيت وبس؟ انا من الناس اللي بيحبوا في التحمير دايما البنات نحط زبده مع الزيت. انا حاطط معلقه زبده مع الزيت اللي بيتحمر ده، دي مهمه جدا على فكره. طلع الفراخ على منديل بالشكل ده كده. دول خلاص. ايه الجمال والحلاوه دي يا عم الشيف؟ ايه الحلاوه دي؟ فك؟ لا. الخلطه ثابت؟ لا. مقرمشه كريسبي؟ هرم من البوفتيك. اللهم صل على النبي. الجزر والخضار السوتيه بتاعنا اهو، نزين بيه الطبق البوفتيك بتاعنا زي ما انت عايزه بقى، تحط بروكلي، تحط كوسه انت، انا شويه خضار حلوين كده زي الفل. وطبق حلو كده اهو، نغرف طبق كمان. عينيه. حاضر يا فندم. مخرجنا معانا مخرج بيحب الالوان.
ناخد البفتيك اللي اتحمر. مقادير البفتيك على الشاشه، الاطفال الحلوين اللي بيحبوا ياكلوا من ايدين مام. ده خضار سوتيه، مقادير البفتيك اهو، خضار سوتيه. حاضر، خلينا اهو، خلينا اهو بعيد. حاضر، زي الفل. تمام، تعالوا مع بعض نشوف المكرونه بتاعتنا. ده خلاص اول باول كده. انا مش بحب الاكله دي على فكره، لو جيت سالتوني مش بحبها. الحليب هنا جاهز، بحط له تاني شويه نشا كده بسرعه. أوه. انا بعمل ايه بقى في جوز الهند؟ باخد جوز الهند الحلوه دي كده، دي ركايك او بيسموها دوفر، يعني لما نروح عند العطار نقول له جوز الهند دوفر. دوفر يعني ايه؟ يعني تبقى شرايح زي دي كده. وكل التتات اللي في الدنيا. ادي الجبنه الموزاريلا نزلت على المكرونه. الله، الطبق ده انا بحبه ليه بقى؟ ساحه الجبنه مع المكرونه. الله، ايه رايك في الطبق ده يا شفيق؟ جبنه لما تسيح كده مع السجق وسباكيتي، قصدي مكرونه بينا، ممكن تعملها سباكيتي زي ما انت عايز. نعم يا غالي، بيقول لي ينفع ان احنا نعملها سباكيتي بدل البنة؟ ينفع، مكرونة عادي، بس هي مع الطبق ده حلو. ليه يا شيف؟ المكرونة البنة زي فيها خرام كده، عاملة زي المواسير الصغيرة يعني، حلو، مخرمة، بتشيل صوص، الصوص اللي بيبقى جواها ده كده وأنا باكل كده بحس بيه، غير السباكيتي. عشان كده بيعملوها بالبشاميل. المكرونة دي جاهزة كده زي الفل، أغرفها سريعاً. طبق حلو لطيف وجميل. شفتوا المهلبية؟ مهلبية بجوز الهند، لازم جوز الهند يا عم الشيف يغلي مع المهلبية، أنا كده. المهلبية دي لطيفة، هعمل إيه بقى التركية؟ معايا مكعب زبدة كده بحطه. الله، الله عليك، الله عليك. وأشيل ده من هنا كده. بسم الله الرحمن الرحيم. خلصت المهلبية أغرفها؟ حاضر. نعم يا غالي. والله أنا بحط مكعب زبدة مع المهلبية بزيد من القيمة الغذائية بتاعتها، لأن المهلبية دي الأطفال بيحبوها، بيحبوا ياكلوا منها لانها سريعه المضغ، سريعه كده بتبقى لطيفه وحلوه، وانا بحبها من صغري. بس جوز الهند كمان بعشقها، حلوه للشعر، حلوه للبشره. نعمين، حاضر. هنغرف المهلبيه دي كده اهو، ونزينها بقى بشويه مكسرات، انت وجيبك يعني. من الاخر معانا اربع كاسات حلوين، اللهم صل على النبي، نحطهم هنا كده. يلا اهو، ومعانا جوز الهند ناعمه، ومعانا زبيب، ممكن نحط قرفه لو انت حابه، مفيش اي مشكله. ممكن نحط فانيليا، دي فانيليا مثلا يعني. حلو، بسرعه كده بقى عشان نغرف، عشان وقتنا خلص. اللهم صل على النبي. الله، بهدي لك شويه مهلبيه يا شفيق. بص ايه الجمال والحلاوه دي بقى. دي بقى لما تسيبها تبرد، شفت القوام ده مطلوب، تسيبها تبرد في التلاجة طلعها تلاقيها لطيفة. تتحكمي في القوام بتاع المهلبية وهي على النار، لازم تغلي قدام عينك زي البشاميل كده، لازم يغلي قدام عينك، عشان في حاجات من اللي هي بتاخد نشا أو بتاخد دقيق بتسيبيها بعد كده وتلاقيها اتجمدت معاك، بيبقى شكلها وحش قوي على فكرة. بشاميل لما يكون تقيل ويتجمد، أو المهلبية أو الرز بلبن. جواه جوز الهند الضوفر مغلي، تلاقيه طري وزي الفل، مش هتحس بيه، طعمه يبقى لطيف وحلو اهو. الله الله الله. حاضر، اجيب لك شويه. تسلم ايدك يا عم الشيف. مهلبيه حاجه سهله وبسيطه، ولكن لازم ان احنا نعملها بخبره طهويه. شويه زبيب حلوين، الزبيب لما ينزل على المهلبيه وهي سخنه بيطرى، خلي بالك، ولازم الزبيب ده يتغسل بميه ساقعه. ما تاخديش الزبيب من الكيس بتاعه وتحطيه على طول في الحلويات، ده مهم جدا على فكره، ممكن يكون في ماده حافظه. لازم تنقعي الزبيب في ماء بارد قبل استخدامه، معلومه غير معلومه بقولها من خلال عمل المهلبيه او ام علي، او بنعمل اي شيء بالمكسرات داخله زبيب، بنشتري الزبيب من اي مكان، ده يقول لك من البلد الفلانيه ايا كان، لازم الزبيب يتنقع في ميه بارده، اي ميه من الثلاجه او ميه من الحنفيه قبل استخدامه. طيب حاضر، يعني احنا عملنا ايه النهارده مع بعض؟ انا عايز اقول ان احنا على خطتنا مع بدايه طبعا
العام الجديد واسبوعنا طبعا البدايه، ان احنا هيكون معانا من كل اسبوع يوم السبت فقره تعليميه اللي هو النهارده، بنعلم حضراتكم ازاي والاطفال الحلوين يخشوا المطبخ يعملوا بوفتيك، ازاي ما يشربش زيت والصوره باينه على الشاشه، ازاي الخلطه ما تفكش من الفراخ واحنا بنحمرها في قلب الزيت، ازاي ما بقاش فيه زفاره، الحاجات دي مهمه جدا، القواعد عمل البوفتيك، خضار سوتيه نحمره في زبده او ما نحمروش حسب الرغبه، طبق مكرونه بالوايت صوص او بالبشاميل شفنا عملناه مع بعض ازاي لطيف وجميل وخد سجق وخد جبنه موزاريلا، عملنا طبق مهلبيه مدرسه حكايه يعني من الاخر لازم جوز الهند تستوي مع المهلبيه. مطبخنا متنوع على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه كل يوم، يعني نقول رؤيه وفن وابداع. منين يا مغازي؟ من ماسبيرو. We'll be right back.